السلام عليكم وهلا بكم في فيديو جديد من الكمبيوتر فيجن بلاي ليست. الليكتشر دي هتكون ليكتشر 4 ونتكلم فيها عن الاوبجكت ريكوجنيشن. بدايه يعني ايه الاوبجكت ريكوجنيشن؟ الاوبجكت ريكوجنيشن هو انه يكون عندي صوره والكمبيوتر يقدر يتعرف هل في الصوره دي موجود كار، هل موجود في حصان، هل موجود في شخص. سؤال وهو يجاوب لي عليه يا يس يا نو. هو مش مطلوب منه اكتر من كده. في حاجة تانية بتكون مطلوب فيها الأوبجكت ريكوجنيشن، وهي إنه الواحد عايز يعمل أوبجكت لوكاليزيشن أو ديتكشن. الأوبجكت ريكوجنيشن بيحصل الأول بحيث إن هو يقول ده إيه ده بالظبط، ده كار، أنا عرفت إن هنا في كار فأنا محتاجة أعمل حواليها بوكس زي ده، ومن هنا يجي إن هو بنلوكاليز الحاجة. ماشي، الأوبجكت لوكاليزيشن ده بتكون وان أوبجكت، لو هتبقى عامة أكتر فإحنا نقول عليها أوبجكت ديتكشن، واللي هي متكونة من إن هو يتعرف على الحاجة الأول وبعدين يحط حواليها بوكس. طبعا زي almost كل حاجة هو في challenges عشان يعني واحنا بنعمل ال object recognition هنلاقيها. زي ايه؟ زي ان الكاميرا تكون ليها different point of views. يعني مثلا الصورة دي هي نفس التمثال، الصورة دي غير الصورة دي غير الصورة دي، لانه شكل الكاميرا مصوره من كذا صوره مختلفه، من كذا بوينت مختلفه. سوري، فدي اول حاجه ممكن تتغير معانا. تاني حاجه ممكن تتغير معانا هي الريمينيشن. الاضاءه ممكن تكون هنا او ممكن تكون بره او ممكن تكون من سايد واحد، وده طبعا بيختلف في شكل، يعني هنا اشكالهم حاجه وهنا اشكالهم حاجه تانية خالص، فده تشالنج من التشالنجز. تشالنج تاني هو السكيل. يعني هنا الراجل كان كبير واللابتوب صغير جدا، هنا الراجل صغير جدا واللابتوب كبير، فده راجل ده راجل، ده لابتوب وده لابتوب، بس السكيل بتاعهم مختلف. تشالنج كمان هو الاوبجكت بوز. يعني هنا العربية شكلها عادي، بس هنا مش عارفة عجلتها مالها، بس هي العربية دي هي اولموست نفس العربية دي، وهما الاتنين عربيات، فكون ان الكمبيوتر يعرف يقول ان دي كمان عربية ده في حد ذاته تشالنج، لانه وضعيته غير دي. تشالنج تاني هو انه هنا في كوالا، بس الكوالا مش مبينه وشها. يعني لو دققنا احنا عارفين ده كوالا، بس هي مش مبينه وشها، وده بيكون برضو تشالنج من ضمن التشالنجز اللي بنقابلها. تشالنج تاني هو انه يكون الاوبجكت ذات نفسه في لون الباك جراوند، في لون اللي وراه زي في الصوره دي، فصعب انه الواحد يعمل ريكوجنيشن لحاجه مثلا هو مش شايفها. اخيرا وليس اخيرا الانترا كلاس فاريشن. يعني انترا كلاس، انترا كلاس يعني مثلا لو هنتكلم عن كلاس واحد اللي هو الكراسي، ففي كراسي اشكالهم كتير جدا، فانترا كلاس ده معناه ان انا بتكلم جوه كلاس واحد. ماشي، مش بتكلم ما بين كلاس وكلاس تاني، لا، جوه كلاس واحد في اكتر من شكل الكراسي، في اكتر من شكل الكنب. كل يوم عن يوم بيطلع لنا ديزاينات جديده، فدي في حد ذاته ان هو تشالنج ان هو يعرف ده هو ده هو ده هو ده، وان هم كرسي كلهم. والتشالنجز دول كلهم اسمهم روبستنس. يعني ايه؟ يعني انه مهما يكون عندي الحاجه بتتغير، فانا هدفي ان هو اطلع له نفس الاكيرسي، ان انا اعمل كلاسيفاي صح، مع ان الحاجه اصلا هي بتتغير. يعني هنا اشكال الكراسي مختلفه، بس لو انا عملت ايدنتيفاي صح فيبقى انا كده تمام. طيب، في طريقتين علشان نعمل object recognition. الطريقة الأولى اسمها generative والطريقة الثانية اسمها discriminative. الفرق ما بين الاثنين ان generative كلها قايمة على فكرة ان انا بريبريزنت الداتا وبشوف probability، انما discriminative كلها قايمة على فكرة ان انا بعمل خط. يعني لو كان عندي class للقطة و class للكلب، فانا الخط اللي ما بينهم اللي بيفصل ما بينهم هو ده اللي بيقول لي ان لا، الناحية دي تبقى قطة والناحية دي بتبقى كلب، فهو ده discriminative. طيب، كل كلامنا الليكتشر دي هيكون على السوبرفايد كلاسيفيكيشن. خديجه انت بتقولي كلاسيفيكيشن وانت لسه قايله ريكوجنيشن. مش احنا قلنا ريكوجنيشن ان هو ممكن اقول دي كار او مش كار، فيا ده يا ده، ف هي برضو كلاسيفيكيشن. عايزين نقول ده او لا. ماشي، طيب هنبتدي بايه؟ هنبتدي بالجنريتيف مودلز. هم بقى كانوا عايزين يعملوا ايه؟ كانوا عايزين يشوفوا بريدكتو هو ده سكين ولا مش سكين.
يعني لما ندخله في تيست يقول لي هل ده فعلا سكن ولا مش سكن. طيب لما يبتدوا يعملوها بالجنريتيف موديل هيعملوا ايه؟ اول حاجة قرروها، قرروا انه الكلر بيتكون من 3 حاجات: هيو و ساتوريشن وليومينس. هما سابوا ساتوريشن وسابوا اليومينس وهيشتغلوا على هيو. معرفش تكون بطاقة صح ولا لا. المهم فقالوا طبعا ان السكين هيكون عنده رينج من كذا لكذا، الدرجة بتاعته هتكون من رينج من كذا لكذا. فقعدوا على البيكسل بيكسل بيكسل، شافوا الهيو بتاعته وابتدوا ان هما مثلا ايه الهيو كانت قيمتها كذا فحطها لي هنا، لو لقيت واحدة زيها حطها لي هنا تاني، وهكذا. وعلى حسب القيم بقى عملوا بنز. البنز دي قيمها من كام لكام او كده الحقيقة معرفش، بس هما في بنز، البنز يعني الشرط دي ماشي. عدوا على البيكسلز وجابوا الشكل الهيستوجرام، وبرضو شافوا الهيو بتاع البيكسل وشافوا ايه المش سكين اصلا، وجابوا الهيستوجرام ده. سموا الهيو ايه؟ سموا الهيو فيتشر اكس. فبقى هنا probability بتاعت الاكس ان هو يكون سكن بقت دي، بقت probability ان اكس ان هو ما يكونش سكن بقت دي. فالاكس هنا ده معناه الهيو، ده معناه الفيتشر اكس. طيب خلاص، بعد ما شافوا السكن يعني اللي هو السكن بيرنج الهيو بتاعه من فين لفين، مثلا من هنا لهنا، بعد ما شافوا ده بقوا عايزين يقولوا given الاكس هل ده سكن، او بمعنى اصح probability ان ده يكون سكن قد ايه. ممكن نقولها بطريقه كلام تانية، يعني لو انا البيكسل مثلا طلع الهيو بتاعها برقم معين، اقدر اقول ان ده سكن ولا مش ده سكن؟ هو ده معنى الحته دي. فبقت دي الرول، ده اللي احنا عايزينه، ان احنا خلاص معنا قيمه البيكسل او الهيو بتاعت البيكسل، وعايزين نشوف هي دي سكن يعني، او بالنسبه قد ايه هي المفروض تبقى سكن. ماشي، ده ايه وده ايه؟ دي القيمه دي بنحسبها من الهيستوجرام، والقيمه دي هي اصلا قيمه احنا بنكون عارفينها، بتكون عباره عن ايه؟ ان انا جبت كل السكن بيكسلز وقسمتهم على كل البيكسل بتاعت الايمج. فاكرين في البروبابيلتي لما كنا بنقول ان احنا مثلا عندنا كورتين لونهم احمر واربع كور لونهم ازرق، ايه احتمال ان انا الكور اللي معايا تطلع لونها احمر؟ كان بيبقى 2 على 6. فهي دي نفس الفكره، ان انا بشوف ايه الحاجات السكن، كم عدد بيكسل السكن على كل بيكسلز بتاعت الايمج. نيجي البي اوف اكس، دي بي اوف اكس يعتبر كونستنت، فهم قالوا ان هو من كونستنت يعني فاكس، وهنفكس له. عندي الحاجه اللي احنا عايزين نحسبها ان هو خلاص احنا معانا كنت البكسل اللي هي بتاعها، عايزين نشوف ده سكن ولا لا. is directly proportional مع الجزء اللي فوق ده، طبعا بعد ما احنا فكسنا للكونستنت نمبر. طيب برضو احنا هنقول هو ده سكن ولا مش سكن على اساس ايه؟ لو كانت probability ان ده يطلع سكن بعد ما حسبناها اكبر من هو ما يطلعش سكن، فانا هقول على سكن اهو الشكل ده بنفس القانون اللي فوق. بعد ما شلنا الكونستنت قلنا ايه؟ ان لو ده تايمز ده كان اكبر من ان هو ده تايمز ده في حاله ان هو نص سكن، فساعتها اعتبر ان ده سكن. هو في حاجه ممكن اشبهها لكم بيها اللي احنا ليش شلنا الكونستنت، يعني مثلا لو قلنا ان الاثنين اصغر من الاربعه، لو ضربنا الاثنين في 2 والاربعه في 2 فبقت عندي 4 و8، هل نفس الأربعة فضلت أصغر من 8 ولا حصل فيه اختلاف؟ هي نفس الفكرة، فشلنا الكونستنت فما أثرش معانا عشان كده. هنا بيقول إيه؟ بيقول طيب لو أنا كان عندي مش جاست إن هو سكن ولا مش سكن، لو أنا كنت عايزة ديفرنشيت ما بين القطة والكلب وكمان بغبغان، فساعتها هنروح نعمل كده بس للقطة والكلب والبغبغان، يعني مش هتكون هنا بقى اكس للسكن، لا دي هتبقى اكس للقطه
وواحده كمان اكس للكلب وواحده كمان اكس للبغبغان، ماشي؟ فعملوا كده الفورمولا دي. هو ان خلاص بعد ما طلع البروبابيلتي، حسبنا البروبابيلتي بتاعت الثلاثه، هنشوف مين فيهم اعلى واحد، وهو دوت اللي هنقول ان هو يا قطه يا كلب يا بغبغان. هنا السلايد دي بتقول ايه؟ بتقول انه مش لازم في كل حاجه يطلع لي الكيرف بالمنظر ده، ان هو يكون عندي كده نورمال ديستريبيوشن بالمنظر ده وعنده مين واحد وعنده ستاندرد ديفيشن، لا ممكن كمان يطلع لي ميكتشر اوف جاوزين اللي هو عندي بيبقى عندي هنا اتنين، يعني واحد هنا واحد كمان هنا وعندي تو ستاندرد ديفيشن. زي حاجه زي اي حاجه بناخدها بنتكلم على الادفانتج والديس ادفانتج. ايه الادفانتج بتاعتها؟ ان هو بيور probabilistic models. وتاني حاجه ان احنا ممكن نستخدم small number of examples، مش محتاجين نستخدم داتا كبيره قوي عشان نعمل الجينيريتيف موديل. تالت حاجه وهي ان احنا لو خلص لو دخلنا new classes فده مش هيبوظ لي الموديل اللي انا كنت عاملاها قبل كده. طيب نيجي للديس ادفانتج، منين اجيب البرير؟ يعني ايه برير؟ مش احنا قلنا ان احنا البي اوف سكن اللي هو حسب عدد البيكسل بتاعت السكن على عدد البيكسل بتاعت الايمج ده اسمه برير. فاحنا منين نجيب فاليو زي كده؟ الديس ادفانتج كمان انه لو زاد عندي عدد الداتا فده مش هيحسن لي في الاكيرسي. واخيرا كان بيقول انه الموديلنج بتاع النونسي بوينت هيعمل فيه ايه؟ يعني ده لو مثلا كنت مدربة على سكين بس ما عشتش السكين، فساعتها ايه المفروض يطلع؟ هنا بتكلم على شوية تشالنجز للجنريتيف موديل بالذات. ايه هي؟ انه مش دايما الداتا بتكون الدايمنشنز بتاعها قليلة، بلس كده احنا هناك في السكين كلر احنا اخترنا الهيو علشان يبريزنت الفيتشر. طبعا نقول الهيو ده هو الفيتشر اللي احنا ناخدها. طيب هو انا ايه اللي هيعرفني ايه اللي انا هختاره في كل مره؟ يعني ممكن مثلا الهيو ما يكونش صح، كان ممكن اختار حاجه تانية. ولذلك قالوا ان الديسكريمينيتيف موديل او الديسكريمينيتيف كلاسيفيكيشن احسن من الجنريتيف، لانه الماشين ذات نفسها بتليرن انهي فيتشر هي المهم. هل هي فعلا مثلا لو كان في السكين كلر هل هي الهيو زي ما كنا شفنا من شويه ولا ايه بالظبط؟ فده احنا ما بنحترش فيه، المشين هي اللي بتعرف. في اشكال كتير جدا للديسكريمينيتيف كلاسيفيكيشن، واحنا خدنا ممكن اغلب الحاجات دي زي الاس في ام، خدنا نيورال نتورك وما اعرفش بتاع دي خدناها ولا لا، وخدنا النيرست نيبر. دلوقتي هنتكلم عن ايه؟ دلوقتي هنتكلم عن Gender Recognition Support Faces. كل الفكرة في ايه؟ ان هم عايزين يعملوا Gender Classifier، يقول ان في ميل يقول ان دوت ميل. لو هنا لو تلاحظوا ان هو confident قد ايه هو بقول ميل، وهنا confident قد ايه هو بقول في ميل، وهنا confident قد ايه. ماشي، مبدئيا كده في ال Support Face ده عايزين يعملوا ايه؟ عايزين يجيبوا الوشوش بالمنظر ده. فقالوا هنعمل ايه؟ قالوا هناخد الصورة وبعدين هنعمل سيرش على الهيد بكذا سكيل، وبعدين بعد ما نجيب الهيد هنشوف فين الفيتشرز وبعدين نعملها رابينج وماسك فيطلع لي الشكل بالمنظر ده. فبقت من الصورة دي للصورة دي وبقوا كل الصور شبه كده. طيب الجندر ريكوجنيشن او السبورت فيسز دي اتدربت على ايه؟ اتدربت على 1044 وش من الميلز و713 وش من الفيميلز، وبعدين جربوا كذا كيرنل. يعني ايه كيرنل اصلا؟ كيرنل يعني هي بتكون عبارة عن ماثيماتيكال فانكشن بتعمل ترانسفورميشن للداتا، يعني بتديني فاليو غير اللي داخلها. وباختلاف الماثيماتيكال فانكشن دي البرفورمانس بتاع الاس في ام بيختلف، ماشي؟ فهم لما جربوا لقوا ايه؟ لقوا انه احسن حاجة كانت الجاوزين ار بي اف، لقوا ان الايرور ريت مع الجاوزين دوت ار بي اف لقوا ان هو 3.3% الايرور. طيب ده الشكل اللي احنا بنكون عايزين نوصل له في الاخر. طيب زي ما احنا عارفين انه البوينتس القريبه من الباوندري ده كل ما تكون اقرب كل ما يكون هاردر ان انا اديتكت هو ده ميل ولا فيميل. زي ما انتوا شفتوا من شويه السيرتينيتي
كان في واحده بيقول عليها فيميل وهو سيرتين جدا، وفي واحده تانية بيقول ان هو فيميل بس مش متاكد قوي. فالحاجات اللي بتبقى قريبه من ال decision boundary زي كده اللي هي بتبقى harder to detect. وطبعا كل ما الباوندري ده المسافه ما بينه تكبر كل ما يبقى احسن. واي تغيير في الداتا هيأثر على شكل ال decision boundary. بس هم بقى بعد ما خلصوا اللي هم عملوه الاكسبيرمنت اللي هم عملوها قالوا ان احنا هناخد الداتا دي ونروح نوري بني ادمين الصور ونخليهم يقولوا الشكل ده بنت ولا ولد، ماشي، وبعدين يقارنوا ما بين البرفورمانس بتاع الهيومنز والبرفورمانس بتاع الماشين. وروهم at high resolution ووروهم at low resolution، وفي كل الحالتين ال SVM كانت البرفورمانس بتاعها احسن وجابت نتائج احسن من الهيومن. ودي كانت حبة صور من الصور اللي هم وروها للبنادمين وهم اتلخبطوا فيها. ممكن تشوفوها بجد وتقولوا ده ميل ولا فيميل وبعدين تشوفوها من السلايدز. طيب دلوقتي هنتكلم عن حاجة اسمها الايجن فيسز. كل الفكرة في الايجن فيسز دي ان هو قال ايه؟ قال ان انا هعتبر ان الايمج دي بوينت. طب ازاي انت هتعتبرها كبوينت؟ لو كل ايمج 100% لو اتحطت في دايمنشن 10,000 فكده هي احنا اعتبرناها بوينت. يعني مثلا عشان الفكرة توضح اكتر، لو انا عندي 2D grid وعندي مثلا عايز اشوف البيكسل رقم 3 و2 فكده خلاص هو 2D. لكن لو انا مثلا قلت ان انا عايزة اشوف ال RGB value فال RGB دي متكونة من 3 فانا هرسم grid 3 dimension فهتبقى برضو point. وهكذا كل ما نعلى بالدايمنشن ونعلى بالبعد اللي احنا بنريبريزنت فيه كل ما الصورة بتكون نقطة. طب المشكلة اللي لقوها ايه؟ المشكلة ان لقوها ان 100% image مش بس بتكونتين faces، بتكونتين حاجات كتيرة جدا other than faces. طيب هما قالوا اول حاجة يعملوها ايه؟ اول حاجة يعملوها انه هيجيبوا الامج ويعملوا لها كومبريس بحيث ان اللي يكون باين في الامج هو بيزيكلي الوش بيزيكلي العين بتاعته كده. وبعدين قالوا هيعملوا ايه؟ قالوا هيحسبوا الافريج بتاع الفيسز. يعني ايه؟ يعني الكومون فيتشرز اللي فيهم كلهم. بعد ما حسبوها طلع الشكل ده. يعني هما جمعوا كل الصور وقسموهم على عددهم بحيث ان هما يجيبوا ايه الحاجات المشتركه ما بين العينين بين المناخير وكده. وبعدين بقى بعد ما جابوا الحاجات المشتركه دي اخدوا كل صوره وطرحوا منها الحاجات المشتركه فما بقاش معاها غير الحاجه اللي بتميزها. هنا هو الشكل في شكل ماتريكس، الصور كلها محطوطه على شكل فيكتور، كلها اتطرح منها الافريج واخدنا في الاخر اليونيك features اللي هي موجودة. طيب بعد الخطوة اللي كانت من شوية ديت هنعمل ايه؟ هنعمل هنحسب الكوفارينس ماتريكس. ليه ممكن نحسبها؟ لانه لما بنحسبها بنشوف قد ايه ال variable بيحصل له تغيير او في variance، يعني بيطلع في الاخر diagonal بيعبر عن ال variable ده في قد ايه variance. طيب وبعدين بنحسب الايجن فيكتورز اللي هو في انهي دايركشن الداتا فيها فاريانس اكتر. طيب بعد ما خلصت الخطوات اللي فاتت، ركزوا عشان الخطوه دي حلوه خالص، بعد كده هياخدوا الايجن فيكتورز دي وبعدين يضربوها في الايمج. وبعد كده هتطلع شويه حاجات. ايه هي بقى الحاجات دي؟ هي الاشكال دي، الشكل ده والشكل ده والشكل ده والشكل ده والشكل ده، كل واحد فيهم بيكابتشر حاجة معينة. يعني هنا مثلا ممكن باين بو اكتر، ممكن هنا باين عين اكتر، ممكن هنا باين خدود اكتر، وهكذا. وبعدين لما يجمعوهم كلهم على بعض هيدونا الفيس ده. واو. وطبعا هما هنا جامعين عليهم المين لان دي الحاجة اللي كانت مشتركة في كل الفيس. طيب خلينا نقول حاجة، ان ال C دي ال X of C هو لما جبنا صور وعملنا منهم minus المين، لا
هو دوت عشان كنا ساعتها عايزين نشوف ايه اليونيك فيتشرز. ماشي. تاني حاجة عايزة اقولها انه هنا من 1 ل k كل ما ال k ديت تكون عالية كل ما يكون عندي فيتشرز اكتر. يعني لو مثلا اكتفينا ان ال k بتلاتة فلا دول حبة صغيرين جدا، فلما كل ما تكتر بقى كل ما يكون عندي فيتشرز اكتر. طب هنا بقول ايه؟ هنا بيقول انه اختار التوب كي ايجن فيسز ماشي علشان يعمل ريديوس للدايمنشناليتي. اوكي. وكل ما الايجن فيسز تكون اقل يعني كل ما هيبقى ان هو صعب عليه يفرق ما بين الفيسز، لان احنا اتفقنا كل ما الكي بتعلى كل ما الفيتش بتاعتي بتكون اكتر. لكن هنا كانت 4 اللي هو نعم، هنا كانت 400 لا في فرق. طيب تعالوا كده سريعا سريعا نركاب على الايجن فيس الجوريثم. اول حاجه هيعمل الاين للايمج زي ما احنا قلنا، هيظبطها ان هو يكون الوش بس هو الباين. ماشي. تاني حاجه هيحسب الافريج بتاع كل الصور وكده يكون جاب الموست كومن فيتشرز، وبعدين هيعملهم ماينس بعض عشان يجيب الاكس سي اللي هي الحاجات المفروض تكون يونيك، وبعدين هيحسب الكوفرنس ماتريكس علشان يعني يشوف ايه اكتر حاجه بتاثر فعلا في الدايمنشناليتي، ولما نعمل ريدكشن للدايمنشناليتي نكون اكتر اخدنا اكتر حاجه بتعمل فرق. وبعدين بنجيب الايجن فيكتورز بنحسبها، وبعدين بنعمل ايمج بروجكشن، وبعدين بنعمل فيجواليزيشن للفيس اللي احنا بنيناه من الفيتشرز اللي شفناها. طيب نيجي بقى للتستنج. التستنج هو هياخد الايمج، والايمج اسمها هنا تي. التي دي هيعملها ماينس الميو اللي هو كانت الافريج. ماشي. لان زي ما احنا عملنا في الالجوريزم شويه، وبعدين هيعمل لها بروجكشن على الايجن فيكتور، فهيضربها هنا بالمنظر ده زي ما كانت في البوينت دي، وبعدين هيحسب البروجكشن ده. بعد ما يحسبه هيروح يكمبيره مع كل الانترينينج بروجكشن، يا اما هيشوف يعمل له كومبير بالاكليديان يا اما هيعمل له بالكي ان ان. طيب كالعاده هنتكلم على الادفانتج والديس ادفانتج. الادفانتج بتاعته ان هو سريع وبيجيب جلوبال اوبتيمال سوليوشن، وان هو نولج فري، يعني لا احنا معلمينه اي حاجه عن الاكسبريشنز ولا معلمينه اي حاجه عن الفيسز ولا اي حاجه من الكلام ده. طيب نيجي بقى للديس ادفانتج. الديس ادفانتج الموجوده فيه هو انه يعني زي ما احنا شفنا محتاج الداتا اللي داخله له كنترول، كل وش كان في النص وكلهم لازم يكونوا نفس السايز، ولو كانت وش الانجل بتاعت الوش مختلفه ده يعني بيأثر عليه جامد. والبوينت التانية هو ان البي سي اي ما بيحطش في اعتباره الليبلز اللي بتكون محطوطة مع الفيسز. وده كان كل حاجة عن السبورت فيسز، ودلوقتي نخش على باج اوف ووردز. كل الفكرة في الباج اوف ووردز ان هما في الاول لقوا ان الايمج الواحدة ممكن يكون فيها thousands of features، وممكن يكون عندي hundreds of يعني hundreds او millions image، والاثنين مع بعض يعني هيعملوا سنة توقية تقريبا عبال ما نشوف يعني ندربهم ونعملهم ترين وكده. فقالوا انهم عايزين طريقة efficient يشوفوا بيها لو دخلوا لهم مثلا image جديدة، فيقولوا هل والله الفيتشر دي موجودة في الايمج دي او ولا لا. فطلعوا ايه؟ طلعوا بالباج اوف ووردز. طيب سريعا كده الباج اوف ووردز بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن انه او يعني اللي هي هتعمله اكشولي ان هي هتجيب الايمج وتعمل اكستراكت لكل الفيتشرز. ماشي. وبعد ما تعمل اكستراكت لكل الفيتشرز هتجمعهم كلهم سوا، ويبقى دي حاجه اسمها بول اوف فيتشرز. ماشي. وبعد ما جمعتهم كلهم سوا هتروح عامله لهم كلاسترنج. بعد ما نعمل الكلاسترنج هيكون عندنا كي مينز. ماشي. فالكي دول لو انا قلت ان انا عندي 10,000 فيتشر انا معايا ان توتال، خلينا نقول 10,000 فيتشر مختلفين، فيبقى انا هاخد ال 10,000 فيتشر دول وهحطهم كده رصه في هيستوجرام واشوف الايمج.
هعمل هيستوجرام للايمج اشوف هل فيها هي فيها فيتشر ولا فيهاش فيتشر، فتلاقي في صورة فيها فيتشر من كذا وفيتشر من كذا وما فيهاش من الباقي، وصور تانية فيها من كذا وكذا 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 بس. وبكده بقى عندي هيستوجرام والتاني والتالت وكلهم على ايه الفيتشر اللي بتكون موجودة فيه الدقة فيتشرز. وبعد ما يكون عندي هيستوجرام لكل ايمج بناخد الهيستوجرام ده ونعمل له نورمالايز، فيبقى نورمالايز فيتشر فيكتور. وبكده لو جالي اي صورة المفروض ان انا اروح اشوف العشرة تلاف فيتشر اللي انا مطلعاهم دول من كل الصور بعد ما عملنا بقى كلاسترينج وعملنا كل الكلام ده، واشوف الصورة دي فيها من فيهم. يعني بدل ما انا ما كنت هلف على عدد لا يحصى تقريبا، انا بقيت بلف على 10,000 بس. طب السؤال هنا هو هي فادتني ازاي؟ انا كل ده عمالة بتكلم في هيستوجرامز بس، فادتني في ان هي ممكن تكون ريكوجنيشن وممكن تكون ريتليبل. يعني ايه ممكن تكون ريكوجنيشن؟ يعني لما تجيلي صورة جديدة وامشي على ال10,000 سوري الفيتشر اللي عندي اللي انا اصلا مطلعهم اللي هم يعتبروا السنترز بتوع الكلاسترنج او السنترز بتوع الكلاسترز اللي موجوده، وابتدي ان انا ابيلد هيستوجرام للايمج الجديده دي. هبتدي اقارن الهيستوجرام دوت ببقيه الهيستوجرامز، بس مش هنقارن الهيستوجرام يعني بهيستوجرام في حد ذاته، لا احنا هنقارن الفيتشر فيكتورز بعد ما اتعمل لها النورماليزيشن. ليه؟ لانه ممكن مثلا الهيستوجرام يكون حاسب لو كان في مثلا 10 قطط في الصوره فهو يبقى شكله رهيب، غير لو يكون في قطه، مع ان الريكوجنيشن بيقول ان دي قطه ودي قطه. فعشان كده بنعمله النورماليزيشن عشان ما ياثرش العدد بتاع الفيتشرز على ان انا اعرف ان دي قطه ولا مش قطه. طيب خلينا في ثانيه كده نركاب. اول حاجه احنا قلنا هنجيب الفيتشرز من كل الايمجز، تاني حاجة قلنا هنرميهم كلهم سوا فيبقى عندي pool of features، تالت حاجة قلناها ان احنا هنعمل clustering، رابع حاجة قلناها ان احنا هناخد كل ال center بتاع كل cluster وهيبقى ده في حد ذاته feature، يعني هيبقى عندي key features ماشي، لان ال cluster already ضمن لي الحاجات اللي زي بعض مع بعض، فانا هاخد ال center بتاعه. وبعدين هني convert كل صورة ل histogram، وبعد ما كل صورة يكون عندها الهيستوجرام بتاعها هنعمل له نورماليزيشن بحيث ان انا يطلع لي فيتشر فيكتور ماشي. احنا كده يعتبر احنا خلصنا شرح الالجوريثم، بس في حاجة عايزة اقولها او هو بدا اشياء، يعني انه في تفصيل ديتيلز انا وقعتها علشان نفهم المعنى العام المبسط وبعدين نحط بقى الكلمات زي ما هي والكلمات اللي هم بيستخدموها كده. اولا الديكشنري او الفيجوال فوكابلري، يعني الحاجه دي معناها ان انا بعد ما جمعت كل الفيتشرز من كل الايمجز في الداتا سيت بتاعتي ده بقى اسمها فيجوال فوكابلري ماشي. الحاجه التانية هي فيجوال ووردز. الفيجوال ووردز دي الفيجوال ووردز هي السنترز بتاعت الكلاسترز اللي احنا ايه جبناها. فاحفظوا احنا كده معانا فيجوال فوكابلري وفيجوال ووردز. طيب قالك بقى ان الفيجوال فوكابلري دي هي هنسميها الكود بوك، والفيجوال وورد دي هنسميها كود فيكتور ماشي. معرفش يعني يا مكتر الاسامي بس ما علينا. في حاجه اسمها فيكتور كوانتايزر. الفيكتور كوانتايزر دي بتعمل ايه؟ انا عندي مثلا سي ان انا استخدمت سيفت وطلع لي فيتشر فيكتور. احنا قلنا سيفت ده ديسكريبتور، الديسكريبتور بيطلع فيتشر فيكتور. فتخيل ان انا جبت الفيتشر فيكتور ده وعملت له مابينج للنيرست فيجوال وورد او النيرست كود فيكتور. يعني شفت عندي كي، مش انا عندي مثلا 10,000 سنتر مثلا، يعني زي ان انا عندي 10,000 سنتر، فانا عملت له ماب لاقرب سنتر فيهم، وهذا هو الفيكتور كوانتايزر بيعمله. يبقى كده عندي اولموست 5 حاجات جديده اضافوا، اللي هي الفيجوال وورد والفيجوال فوكابلري والكود بوك والكود فيكتور والفيكتور كوانتايزر. طيب نيجي بقى نتكلم على الادفانتجز الموجوده. اول حاجه تقريبا هي الحاجه الوحيده، يعني انه ممكن من داتا ست تانيه غير اللي انا شغاله عليها اعمل برضو فوكابلري فيجوال فوكابلري اللي هو اجيب كل فيتشرز منها. وده معناه ان انا لو جيت استخدمت
لو انا جيت عملت الالجوريثم ده وخدت الفيتشرز من داتا سيت معينه، وجيت مثلا عملت تيست على داتا سيت تانية بس الداتا سيت دي تكون ريبريزنتيف، يعني مثلا مش انا هنا بكلاسيفاي حيوانات وهناك بكلاسيفاي معالم واثار سياحيه، فلا يعني تكون بتعبر عن التانية يعني، فالالجوريثم ده هينجح. ماشي، ايه المشاكل الموجوده فيه؟ مشاكل انه ازاي اختار الفوكابلري سايز بتاعي، لو انا اخترتها صغيره جدا فممكن الكي او السنترز اللي احنا خدناها اللي هي الفيجوال ووردز ما تكونش بتعبر عن الباتشز، ولو احنا اخدناها كبيره فده ممكن يعمل لي اوفر فيتنج. وبكده احنا نكون خلصنا المحاضره الرابعه، واشوفكم المحاضره الجايه.